هذا الركوب اللي كيخول عليا الموت في نصيب القانون الاساسي الموقع منذ 1979 طرف وزير او انذاك. جاو هاد الناس عطاو الصفقه ديال التسير كما اقول على طريق ذهب الارزاق، وحنا المتقاعدين قدمونا كقربان وذبحونا من الوارد الوارد وما طرش حقنا. كيطلع المتقاعد كيحتازوا المراقبين كيدوا لمراكز الامن وكيحتازوا تما، كنلقاو الناس ديال الامن كيتفهموا الوضع كيخليوا السبيل ديال المتقاعد او الارمله او الامن اللي تحت كفاله. وتقريبا هذه الوقت التاشعه ولحد الساعه لم نجد الى الاداره الصمه. حنا بغيتو حقنا، حنا حقنا هذا يعطيونا الحق ديالنا الا هي بطاقه الركوب. حنا انا قضيت 40 سنه ما عنديش بطاقه تثبت الهويه ديالي. راه هذه هي السابعه في الوقفات اللي كنوقفوا، كنوقفوا من 15 يوم خميس كنوقفوا في الولايه. داك الخميس اللي كانت فيه الشتاء راه وقفنا، بغينا شي مسؤول يخرج عند هاد الضعفاء، عند هاد المساكين، هادو تيتسماو دابا مساكين. علاش في الطوبيس في الترام كيركبوا عاطي لهم الحق يركبوا، في الطياره عاطي لهم الحق يركبوا، علاش 5 دراهم عباد الله؟ راه هذا ماشي معقول. حنا راه ما بغيناش نديروا هذا الوقف، علاش؟ راه كنضحكوا فينا العدو، راه كنضحكوا فينا اللي كيدخلوا السياح اللي كيشوفونا واقفين عزازه واقفين حشومه. يدير يجمعوا هاد الناس من الشارع، ما يخليهمش يوقفوا باش يكونوا بحال اللي داروا اللعابه، ما هزوش الرعايه ديال المغرب، ما شرفوش المغرب ويشرفوا المغرب بهاد المساكين هادو. هادشي اللي كنطلب انا. دوزنا اكثر من 39 سنه والان حنا كنتهمشوا وكنتقساو، فلهذا كنطالبوا من المسؤولين اصحاب القرار التدخل العاجل باش ينصفونا في هذا الحق المسلوب اللي هو البند 68 من القانون الاساسي 1979 ملي كان الوزير احمد عثمان انذاك الوزير الاول. فلهذا حنا دابا يحز في انفسنا اننا يعني قضينا واحد الفتره ديال العمل في خدمه هذا الوطن، ومن بعد كنتقساو وكنتهمشوا من يعني ابسط الحلول او ابسط شيء، وهو يعني نتمنعوا من البطاقه ديال الركوب المجانيه. يعني هاد البطاقه راه لا تسمن ولا تغني من جوع. فلهذا حنا الان كنوقفوا تقريبا الوقفه التاسعه او العاشره ولا احد يجيب. فلهذا حنا دابا الان كنوقفوا لعلنا هاد المسؤولين ياخذوا هاد الشيء هاد الوقفات بعين الاعتبار باش ينصفونا.